رغم ان طقوس رمضان ممكن تختلف من دوله للتانيه، لكن الشكل العام للطقوس قريبه من بعض، خاصه لو هنتكلم على الحلويات زي البسبوسه والكنافه والزلابيه المشهوره في شهر رمضان الكريم، هتلاقيها موجوده في عدد كبير من الدول العربيه والاسلاميه. المخابز ومحلات الحلويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد زحاماً شديداً خلال نهار شهر رمضان، حيث يحرص البعض على شراء الحلويات بكل أنواعها والاستمتاع بها بعد الإفطار. تعرض المحلات أنواعاً مختلفة من الحلويات الشهيرة مثل القطائف والكنافة والزلابية وغيرها من جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. الترجمات أكلة تراثية شعبية من الإمارات، تعودنا عليها من أيام أجدادنا، ولنا حين بعدها موجودة مع رمضان ومع أيامنا الأعياد، مثلاً نحطيها بعد الفطور، بعد العشاء مثلاً أو بعد الغداء. المهم هو كمثال سويت خليجي تراثي عندنا. في الجزائر يسافر البعض من مدن مختلفة لمجرد شراء الزلابية من مدينة بوفارك، الزلابية المصنوعة من وصفة قديمة تناقلتها الأجيال. هذه زلابية بوفارك، هذه هي الأصل، معروفة محليا وعالميا، وكاين الناس راهي تتبعها حتى للخارج دومونديال، وهي سبيسيالمون الناس تحبها في رمضان. وفي تونس تعتبر عائلة عبيد واحدة من أقدم العائلات الشهيرة بصنع هذه الحلويات التقليدية خلال شهر رمضان. هي أكلة تقليدية وشعبية في تونس، يعني المواطن التونسي يعني في شهر رمضان جوها عندها نكهة خاصة في رمضان. فرق الزلابية فماش دار في تونس قليل، ما تلقاش دار في السهرية، ما تلقاش راه عامل صحن هكا ولا بلاطو حاط فيه بخارق والزلابية وشوية مقروض وشوية واحد باش تظهر بيت فيه. هي حاليا هذه الصنعة بدات تنخرط، وراهي بدات تنخرط بشكل غريب. نجم تقول انقرضت 50% 60% انقرضت. حالة نادرة نادرة جدا. الشباب الصغير ما عادش قابل عليها وما عادش قابل من يخدمها وكل شيء. وفي لبنان يعتبر الكولاج من بين الحلويات الشعبية خلال شهر رمضان، وهي معجنات مقلية مليئة بالكريمة ومغموسة في شراب سكري. لأنه بينطروا هاليوم هيدا الوحيد هو رمضان الفضيل للعالم كلها تاكل كلاج، بس هلا صار صعب العالم كلها تاكل كلاج، ناس وناس هي اللي عم تاكل الكلاج. وسواء تم بيع هذه الحلويات التقليدية بلمسة أكثر حداثة أو على وضعها منذ عقود، فإن لذة شهر الصوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تكتمل بدونها.